السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله راكم بخير على خير. تحياتي لكم في الداخل والخارج. اليوم رانا من لندن رايحين الى مدينه اوكسفورد، ديروا جوله خفيفه ان شاء الله، نصوركم في الطريق وبعض الاماكن في اوكسفورد ان شاء الله. ان شاء الله نوصلوا بخير على خير. كما راكم تشوفوا السياقه تختلف عن الجزائر وباقي الدول العربيه، وهكذا يعني تشوفوا المنظمين طرقهم سريعة جيدة، يعني طريق سريع عندهم ليس كالطريق السريع عندنا. شوف الناس تمد الأسبقية الآخرين، اللي مستعجل يمشي واللي يمشي بشوية يمشي بشوية، هكذا يعني في طار القانون طبعا. أتمنى لكم إن شاء الله رحلة موفقة معنا إن شاء الله وبعدين خوتنا. تحياتي لكم. راكم شوفوا سيارة صينية الجاكوار يا جماعة، يا الجاكوار. السيارات الصينية، ما شفتش أنا سيارة هنا في بريطانيا سيارة صينية. ها شوف الناس وين وصلوا، احنا يتبعونا في الخردة تاع الصين. مع احترامي الشي ناس مساكن هذاك ما قدروا يشرو. احنا في الجزائر سيارة صينية، سيارة الموت، شاحنة الموت، حافلة الموت. ساعة ساعة وتشوف حافلة مش شعلة فيها النار، ولا سيارة الناس ماتوا، ولا شوف هذه السيارة البريطانية جاكوار. يا كيش ماكم تشوفوا السيارة الصينية في الطريق. كما راكم تشوفوا جو يعني ما شاء الله اليوم، ان شاء الله يعني نوصل بخير على خير. يعني شوف واحد ما يقلقك ولا يحبسك، احنا في البلاد تلقى البراج مور براج، يعني سبحان الله. شوف كل شيء مراقب هنا، كل شيء تحت في اطار القانون، بينما احنا في بلادنا يضاربوا شكون يدير يعطل المسافرين اكثر. مع احترامي لبعض رجال الامن، لكن في بعض الاحيان هم المتسببين في هذا الاخرين، السيكيلاسيو والزحمه انتقاما من الشعب، مانيش عارف علاش. شوف الناس ماشية، الناس رايحة، والناس تحترم كذلك قوانين المرور، يعني إشارات المرور. شوف كش ما لقينا شرطة ولا لقينا باراجات، والله شوف ها الناس تحترم شعوبها، الناس تخدم بلدانها. بالمناسبة هذه السيارة الميني كانت بريطانية وتباعت الألمانية بدون عقدة. شوف شكون اللي حسن ويطور في السيارة أحسن. الآن في ألمانيا السيارة هذه الميني صارت يعني غالية جدا هنا في كل دول العالم. بنوعية شوف وبكون روح رياضية، الناس تقدم بلادها. احنايا قتلونا غرب السيارات الصينية، صينية صينية، سيارة الموت، شاحنة الموت، حافلة الموت. الغريب في الجزائر أن كل مرة تشوف حافلة شعلة فيها النار في الطريق، علاش ما يجيبوش السيارة الآمنة والشاحنة الآمنة والحافلة الآمنة من أوروبا؟ لأن أوروبا أقرب من الجزائر من الصين،
الصين تخدم اشياء كاين اشياء تخدم صح مليحه، لكن فيما يخص السيارات انا تنقلت الى عده دول اوروبيه وفي العالم لم اجد السيارات الصينيه في طرقات تاعها، غير احنا اللي يجيبونا سيارات الموت. نحن الآن عند مدخل مدينة أكسفورد. مدينة أكسفورد ترحب بكم، أنا وصلنا صورناكم باختصار خاوتنا، إن شاء الله نزيدوا نصوروكم بعد حين إن شاء الله، من إن شاء الله عجبتكم الرحلة باختصار. جو هادي مقارنة بلندن والمدن الكبرى، هذه أكسفورد. Your help. نقولوا المرشي تاعهم، شوف النظافه، شوف النقاوه، شوف هذا المرشي تاعهم، مرشيه تاعهم.
منه. ندور على اليمين ان شاء الله نكمل. Turn left onto A40.